عندنا استراتيجية عشان ننام وعشان ناكل وعشان نكتئب وعشان نتنرفز وعشان نتشائم وعشان ننجح. فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، إن أنا أوصل لمرحلة يكون أخلاق عالية. بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين. الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادق العالم. طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير يضحكوا عليك، ومع ذلك برضو كل يوم كنت أقرأ أكتر، كنت أفتش، كنت أدور على اللعيبة اللي هم أقوى ناس في مصر، أحاول أتعرف عليهم، أحاول أتقرب منهم. لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عايز تكون متزن ادرس الاتزان. فتبص تلاقي إن أول حاجة توكل على الله سبحانه وتعالى الأخلاق العالية، بعدين على طول يكون عندك أهداف. من الأهداف تبدأ تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقة صغيرة، كنت أقراها كل يوم قبل ما أنام وأقراها كل يوم أول ما أقوم من النوم، وكل يوم أتحرك خطوة صغيرة على الأقل عشان أحقق هدفي. فده اللي أنا بقوله، إن الأحلام باستمرار بتتحقق، الأهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الأمر أنت لأنهي درجة وصلت المرحلة إنك ما تسيبش هدفك أبدا، ما تسيبش حلمك أبدا. فأنا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز الكندي دلوقتي عارفين لما يكون عندنا أهداف مش ممكن هسيبه إطلاقا إطلاقا، بخطط له صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدأ نراجع بنقيم بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم أوصل له. لأن إذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه ليه لا أنا وإنت؟ فإذا كان حد عملها قبل كده يبقى أنت أحسن، لو حدش عملها يبقى أنت الأول. فالواحد لما يفكر بهذا الأسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي أنا بعمله باستمرار. يا دلوقتي أنا عندي أهداف، يوم لما فكرت إن أنا أجي في الشرق الأوسط بالتنمية البشرية، مش سهلة. أنت عارف عشان تنجح بره، وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل، طب سافر بره بعدين يجيني خبر. احنا نمرة اكتر، احنا 32 او 34 في الاعمال العالمية. يعني عندك اليابانيين وعندك الفرنسويين وعندك السويسيين وعندك الامان والسويديين والامريكان على ما يوصلوا لنا، احنا نمرة 34 وجوه كلنا بنتنافس سوا. ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين كلنا في نمرة 34. فلما انت تطلع فوق قدامهم ليه؟ يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم، غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح، وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط، ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي. فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان فيوم الجديد. فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك، انت سايق سيارتك، انت عايش في فيلتك، انت مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. لازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف فيه مثل يقولك ازاي، كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني، لان لا ولن اعود الى يوم القيامه، يوم القيامه يما هشهد معاك يما هشهد ضدك.